البرفكتين الفيتامين المستورد الأشهر في أمريكا وفي دول كتير. الأول كنا بنجيبه بشكل مستورد من بعض الصيدليات وكده، دلوقتي بقى موجود رسمي بقاله تقريبا 5 شهور، ابتدى يتصنع في مصر بقى بسعر أقل. ناس كتيرة جربته، ناس كتيرة خايفة تدفع فيه فلوس على الفاضي. أنا فيديو النهاردة أكلمكم في كل حاجة عنه، عن التركيبة بتاعته، عن ينفع لمين ما ينفعش لمين، هيفرق فعلا في تساقط الشعر ولا لأ. تجربتي الشخصية أنا معي، ليه بفكر يعني غالبا إن أنا مش هكرره تاني، بسبب برضو بعض العيوب فيه بالنسبة لي. الفرق ما بين البرفكتين الأوريجينال والأنواع التانية زي البلاس هير والبلاس سكين، كل ده هنتكلم عنه في فيديو النهاردة إن شاء الله. تساقط الشعر من المشاكل المزمنة اللي عند بنات كتيرة قوي، ودايما بحرص في اي روشتة علاجية بقولها في اي فيديو بتكلم فيه عن التساقط مع السبراي ومع الامبولات او ايا كان العلاج الموضعي اللي انا هستخدمه، ان لازم اهتم بالتغذية الداخلية واخد مكمل غذائي للشعر. لان مهما انا استخدمت منتجات كتيرة وغالية وبحفز ماشي البصيلات وبحفز نمو الشعر، طب ما هو الشعر عشان ينمو وعشان البصيلات تنمو وتطلع شعر فلازم تاكل، لازم تاخد غذاء، والغذاء بتاعها ده اللي هي الفيتامينات. فيتامينات كتيرة بقى اهمها للشعر زي الحديد زي الزنك زي السيلينيوم زي فيتامين A و E و C و D و B، كل دي فيتامينات مهمة جدا في الطبيعي وفي العادي المفروض ان انا باكلها من خلال الاكل. لكن اغلبنا دلوقتي اكله مش صحي، الاكل مبقاش فعلا فيه كمية فيتامينات كافية، الجسم بيجي ياخد الفيتامينات اللي موجودة في الاكل اللي هم حبة صغيرين يدوبك يستخدمهم للخلايا المهمة للمهام الحيوية والمهمة للجسم عشان يعيش، وبيهمل خالص الشعر. علشان كده لما اجي انا استخدم اي علاج خارجي للشعر لازم ازقه زقه كده واديله الفيتامينات اللي هو محتاجها علشان اي برودكت اصلا على الشعر يشتغل ويبتدي فعلا البصيلات تتنشط وتطلع شعر جديد. بيرفكت سيل بقى من الانواع المشهوره على مستوى العالم اللي فيها التركيبه الاغلب الفيتامينات اصلا اللي الشعر محتاجها. الاول كان بيتصنع بره مصر، طبعا هو يعني كان بيجي من شركه فيتا بيوتكس من بره مصر، بس بعد كده ابتدوا ان هم يصنعوه، بيجيبوا نفس المواد الخام من بره وبيصنعوه في مصر، ده قل التكلفه شويه فبالتالي بقى متصرح بيه في الصيدليات وبقى بيتباع في الصيدليات بسعر اقل شويه من المستورد. وده برضو ناس عشان تبقى عارفه، في ناس كان في بنت بعتت مصممه ان انا بتكلم غلط وان ده هو المستورد بيجي بس يعني خلاص بقى يجي بتصريح، لا هو ده بيتصنع هنا في مصر بس نفس المواد الخام بتاعت بره، فالمفروض ان هو نفس الكفاءه. هو ككفاءة لتساقط الشعر مكمل غذائي هيكون كويس جدا، لان هو فيه كل الفيتامينات اللي انا قلتها، الحديد والزنك والسيلينيوم واي ودي وسي وبي، في كمان فوليك اسيد، في بايوتين، في مغنيسيوم، في كبر وسيلينيوم وكروميوم وايودين والسيستين ومستخلص بذور العنب، كل دي كتركيبة مهمة جدا لعلاج التساقط او دفع كده للشعر ان هو يقدر ياخدها، الخلايا بتاعه بصيلات الشعر تاخدها وتتغذى بيها علشان تحل مشكله نقص الفيتامينات عندي، علشان الشعر فعلا يقل في التساقط ويبتدي ينمو بشكل صحي اكتر. طيب ايه الفرق بقى ما بين الاوريجينال اللي هو ده اللي انا جربته وما بين الانواع التانيه زي مثلا البلاس هير البلاس سكين؟ بصوا مثلا واحد زي البلاس هير هو في نفس الفيتامينات الموجوده في الاوريجينال بس مع شويه حاجات زياده موجهه اكتر ومخليه اقوى في التاثير على الشعر. زي ايه؟ زي مثلا ان في فيتامين ايه ما كانش موجود في الاوريجينال، زي مثلا في كولاجين بحري وكمان مستخلص ديل الحصان، فالحاجات دي بتخلي نتيجته اقوى، بلس ان كمان نفس التركيبه بس في فعلا بعض المواد تركيزها اعلى، المواد المفيده اكتر للشعر تركيزها اعلى فيه، فيعني هو تركيبته مخصصه اكتر للشعر والمفروض ان فعاليته اقوى من ده، بس انا بصراحه برضه ما جربتش. طيب الناحيه الثانيه عندي كمان البلس سكين نفس تركيبه الاوريجينال وعليه 2 مواد بالذات يعني زياده علشان نضاره وترطيب ومحاربه التجاعيد او محاربه المواد المضره بشكل عام في البشره. عندي الاوميجا 3 والكيو 10 ده اللي هو كو انزيم كيو 10 ده مضاد اكسده قوي مع الاوميجا 3، فدي كلها حاجات برده بتحسن من مظهر البشره وبتضاد اي مواد مضره ليها. نيجي بقى لتجربتي انا مع الاوريجينال ده، والاوريجينال المفروض عامه او اي نوع منهم بيتاخد مره واحده بس في اليوم بعد الوجبه الرئيسيه مع كوبايه ميه كبيره او مع اكبر قدر ممكن من الميه، وده علشان يضاد اشهر
يعني اثر جانبي كنت قلت لكم عليه قبل كده مع اصحاب البشره الدهنيه بالذات، ان هو ممكن يخلي البشره تطلع شويه حبوب، وده مش عيب في البرفكتير بشكل مخصص، ولكن ده بسبب بايوتين. هو موجود في نسبه بايوتين، اي منتج فيه بايوتين مع ناس اللي بشرتهم بتتلكك للحبوب زي حالاتي هيطلع معاهم حبوب. في البدايه خالص مع اول 3 4 اقراص كده طلع لي 3 4 حبوب براس او حبوب كان مليانه فعلا وكانت وجعاني، ففكرت انا غيرت ايه غيرت ايه، فافتكرت على طول ان انا بدات في البرفكتيل، فاديت نفسي بريك كده كام يوم ورجعت اكمل، بس بقيت باخد مع القرص اكبر قدر ممكن من الميه اقدر عليه علشان بنخفف بيه تاثير البيوتين في المعده، وده فعلا خلاص الموضوع ده ما بقاش يحصل، ما بقاش يطلع لي حبوب كبيره في وشي، بس شويه بيعمل حبوب تحت الجلد يعني، وده حاجه طبيعيه يعني انا متاقلمه معاها ان انا عارفه ان ده بسبب البيوتين اللي فيه، اي فيتامين من الشعر فيه بيوتين هيعمل كده ليا او لاي حد بشرته دهنيه او بتتلكك للحبوب، لكن لو حد بشرته عاديه بشرته جافه ما بيطلعلوش حبوب فما يخافش من التاثير ده، ياخده عادي مش هتسبب له حبوب، مش هتخلي بشرته بتطلع حبوب، لكن الناس اصلا اللي بشرتها بتتلكك للحبوب فده اللي ممكن ياثر شويه معاهم، والحل بتاعه زي ما قلت لكم نشرب اكبر قدر يعني ممكن من الميه مع القرص بتاع البرفكتيل. فعلته وتاثيره على التساقط مش محتاجه كلام مني، كل الريفيوهات اللي جات لي عليه كانت كويسه، الناس اللي كملوا عليه شهرين لثلاثه لو ما عندهمش سبب مزمن قوي للتساقط واستخدموا ده مع اي مجموعه للشعر هيلاقوا نتيجه كويسه جدا جدا، لكن انا شخصيا ما جربتهوش للاخر. بصوا يعني انا هوريكم انا خلصت ايه، انا خلصت شريط والشريط التاني لسه فاضل فيه حبه بسبب تاثيره على الليزر. الشركه نفسها بتقول ان هو ما بيأثرش على الليزر، لكن الواقع غير كده والعقل بيقول غير كده. بصوا يا جماعه، اي مكمل غذائي فيه فيتامينات بتنشط شويه البصيلات فهي ما فيهاش التكنولوجيا اللي هي هتخش تختار البصيلات اللي في فروه الراس بس والجسم لا، ده مش حقيقي ومش هيحصل. لكن الفكره ايه؟ الفكره ان طبيعي استجابه بصيلات الشعر او مثلا معدل نمو الشعر بتاع فروه الراس اكبر من معدل نمو الشعر بتاع الجسم، فبالتالي مع اي حاجه بتاثر او حاجه هتزود فهتزود ده بمعدل اكبر. شعر الجسم بقى مش ثابت مع كل الناس، في ناس ممكن تبقى في شويه زياده مع بيرفكتيل او اي حاجه مكمل غذائي للشعر، وفي ناس تانية لا ممكن ما تلاحظش الزياده دي، ولكن برضو البرفكتيل من انواع ان الزياده بتاعته او تاثيره على شعر الجسم مش قوي، مش حاجه مخيفه. في انواع تانية في الصيدليه للاسف بتعمل ده بتزود قوي شعر الجسم، لكن ده تاثيره شويه بس انا مركزه معاه علشان انا بعمل ليزر وخايفه من تاثيره. طيب تاثيره برضو لو انا بعمل ليزر او لو انا عايزه استخدمه يا دكتوره وعندي تساقط، هقول لكم بكل بساطه انك لو انت مثلا محتاجه 8 جلسات علشان توصلي نتيجه معينه فانت تبقى عارفه انك لا ممكن تحتاجي 10 جلسات، فهو بيطول شويه من عدد الجلسات اللي انت محتاجاها عشان توصلي النتيجة احسن والنتيجه الافضل. انا كمان لو في العادي انا هستخدمه عادي اقول مش مشكله ما اعمل مثلا جلستين زياده عشان اعالج شعري، لكن انا دلوقتي داخله على جواز فشاغل بالي قوي ان انا اتخلص من حوار المعدل بتاع الجلسات او اقلل المعدل ما بين الجلسات، وعايزه احسن نتيجه لازاله الشعر بتاعت الجسم، ومحتاجه ده عشان كده لا قررت ان انا مش هكمل عليه عشان انا مش محتاجه او ما عنديش وقت ان حاجه تعطلني دلوقتي. لكن في العادي وفي العموم مش كل الناس بتاثر معاهم على شعر الجسم للاسف، ما فيش حاجه تحكم ده غير انك تجربي. اعرف ناس جربته وما اثرش معاها وناس تانية عارفاهم جربته واثروا معاهم وانا اثرت معايا بس بنسبه برضو مش عاليه للامانه، هي نسبه بسيطه بس انا خايفه من النسبه دي عشان انا عايزه انجز واخلص. وباكد تاني هو مش هيخلي حد جسمه مش مشر ان هو يبقى مشر، لو انت مش بيطلع لك شعر في وشك اصلا وشخصيه مش مشعره مش هيزود ده، مش هيخليك مشعره، لا هو بيزود المعدل في الجسم كله كل مكان حسب استجابته. الشعر كده كده هو بيزيد اكتر وطول شعر الفروه الراس اكبر بكتير من طول الجسم، فلو انت جسمك في العادي اصلا مش مشعر مش هتلاحظي التاثير الواو، حاجه بسيطه عشان بس محدش يتخض منه. لكن بتكلم الناس اللي هي بتعمل ليزر فبتبقى خايفه من تاثير اي حاجه فيفضل بلاش، ونعتمد اكتر على المنتجات الموضوعيه او نجرب ده ويكون معانا وقت ان انا عادي ازود جلسه او اتنين مفيش اي مشكله، وبرده بالتجربه هراقب واشوف ممكن تبقى انت حظك من الناس اللي اساسا ما ياثرش على اي شعر في الجسم خالص يكون كويس جدا معاكي.
انا كده خلصت تجربتي انا الشخصيه. هستنى تحت في الكومنتات لو اي حد يجي يجربه يا ريت تقولي. انا كنت جايباه ب 200 جنيه من صيدليه عاديه، كان مكتوب كان سعره 200 جنيه، سمعت ان مؤخرا سعره هيزيد مش عارفه زاد ولا لسه، بس انا جايبه الاوريجينال ب 200 جنيه. وبس هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم تحت في الكومنتات علشان برضو نشارك تجربنا مع بعض، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.